عمدوا بالبونص الاول اللي كاين يعني يعني بونص نيدو اللي كان يعني في الجو اونيك اونيفرسالي باش كان جا يعني جا على اساس غيبدا تعطى هاد لاستينيو اونيك اونيفرسالي يتعطى للجميع و اون ميم طون يعني حيدوا سميتو دوك البونصات الاخرين اللي كانوا بونص ماما بونص بيبي بونص سكولا بونص 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 يعني هما جابوا داروا هاد لاستينيو اونيكو باش يحذفوا هادوك لاستينيوات اللي كانوا قبل بونص ماما وبونص بيبي. المهم اللي كاين هو انه كما قلت لكم البونص نيدو هذا تو كان يعني في الاول باش خرج القانون ديال لاستينيو اونيكو اونيفرسالي يعني كان غادي يحذف كل شيء، لكن هذا البونص هذا العائلات اللي عندهم الاطفال ديالهم من صفر حتى 3 سنوات يعني اللي الله زادوا حتى 3 سنوات ديال ازيلو نيدو يعني ممكن انهم يستافدوا منه على كل ولد عندهم يعني عندهم جوج اولاد مثلا واحد عنده 3 سنين واحد عنده عامين مثلا على سبيل المثال او عنده عام ولا عنده 3 سنين راه من حقهم يعني هاد لاسينو ديال 445 اورو لانه العديد ديال عباد الله يعني ما عارفينش ربما تقول لا راه ما بقاش هذاك لاسينو ديال لازيلو نيدو وهذا ما بقاش يعني هذه المساله ما بقاش ولكن راه كاينه اخوتي او لي فاميلي كون بامبيني بيكولي بوسون افيري 445 يورو على الميزي هما كاتبين هنا الميزي يعني كل شهر بير اوني فيليو اللي على كل ابن وهاد الصوره قدامك قرا نتايا سايلو ليو الخبر هذا على هذه ولكن كاين بزاف ديال عباد الله ما تيشوفوش الفيديو لذلك تنحاول انني نذكرهم بهاد البونوسات هادو ديال الحياه والعائلات يعني اللي عندهم اطفال يعني اللي راهما بطبيعه الحال يعني اللي غيحسوا بهاد الغلاء ديال الحياه اللي كاينه ولذلك الدوله والنوبو اوزلو دا بارسي ديال الايمس ها هو يعني ما شي حاجه تجيب من هنا ونا يوتو كونكريتو بلي فاميلي كون بامبيني فينو اطرياني يعني الاولاد اللي عندهم يعني من صفر حتى 3 سنوات ممكن انهم يستافدوا من هذا البونص هذا كما قلت لك ديال 400 اللي هو تقريبا غيكون بونص ديال بونص نيدو هادشي اللي كاين يعني باش ما نطولوش عليكم بزاف كما تعرفوا ما تبغيش نحاول نطول عليكم بزاف ونجيب لكم الخبر غير غياب البونص هذا ديال 400 راه اكيد كاين يعني ما فيش يعني الشك اللي باغي يعرف راه بطبيعه الحال غادي تمشي اخويا سميتو كومون اللي انت فيها ولا تمشي للباترونات ولا الكاف طبيعة الحال هما اللي غادي يقادو لك المسائل يعني كيفاش تطلب هاد البونص هذا وكيفاش تطلب هاد المسائل هادي من جديد المشكل ديال الانسان تيمشي للمغرب وتبقى مريح عنده كارت سيجور ما تقول سافر نهايتو كارت سيجور صافي راه ما عنديش مشكلة راه غادي نبقى مريح نهايتو الوقت اللي بغيت هذا نطلع وحتى كي ديال ريزيدينس هادي كوا راه نهايتو المهم هاد المشكل هذا راه شحال هادي ماشي اول مرة يعني كاين اللي تيدوز راه كلهم ظهروا كاين اللي تيدوز من المطار نهائيا ما كاين حتى شي حاجة توصل للطليان يعني هانية ما كاين حتى شي مشكل تخرج بحالته ما كاين حتى مشكل وكاين بطبيعة الحال اللي سوء الحظ ديالو تيطيح في شي موليس طلياني يعني تيبقى يفتش ويقلب لي على ريزيدنسا ويقلب لي على جميع ما يتعلق به بالاحيان تدوز نهائيا تونتي تبع لك صافي دوز تشوف بيرميس سيجورنو صافي ولا كارت سيجورنو صافي دوز ما كاين حتى شي مشاكل ما عندك حتى شي مشاكل ما كاين حتى شي ديفينيتيف مثلا الله يستر ولا شي حاجه صافي دوز تقلب على انك ما تكونش داير مشاكل كاين اللي تبقى يقلب يعني تيقلب ريزيدنسا كل عارف البوليس هما ديال الطليان كاين اللي تطلق على شي واحد راكم عارفين شي عنصري تبقى يقلب ويبقشش وامتى دخلتي امتى اخر مره خرجتي هادشي اللي وقع لواحد المغربي بطبيعة المسألة ديال أنك يرجعوك ولا يحيدوا لك الوراق هادي راه ما كايناش نهائيا يحيدوا لك الوراق يحيدوا لك الوراق ولكن ماشي غير يحيدوهم لك يعني غادي يتحيدوا لك يعني ما يبقاش عندك الحق في البيرميت سوجورنو لا تعطيك واحد الورقة بطبيعة الحال ما يبقاش عندك الكارتة يعطوك عام ولا يعطوك عامين هادشي اللي كاين وهادشي اللي وقع بزاف العديد ديال الإخوان يعني اللي كانوا وقع لهم هاد المشكل هادو وكان واحد صديق النت ديالي تا هو كان وقع لي هاد المسألة الوالدة ديالو والوالد ديالو تا هو ولكن الوالد ديالو داز وهما نفس يعني مشاو في نفس الوقت وريحوا نفس الوقت هو والزوجة ديالو الوالدين ديالو يعني ريحوا في نفس الوقت وجاو بحالاتهم رجعوا لإيطاليا
السيدة أمو يعني حيدوا لها الكارطة التجارة، والوالد ديالو ما حيدوش ليه الكارطة التجارة، مع أنهم راه مشاو بجوجهم يعني وريحوا واحد المدة بجوجهم يعني، طولوا بزاف في المغرب، ومع ذلك يعني ما بقاش عندهم، لأن ما بقاش عندهم ريزيدنسا، سيرتو ما تبقاش عندك ريزيدنسا تولي مشكل. يعني الإنسان أي واحد أخوتي يعني طول في المغرب يحذي راسو، من الاحسن انا في نظري من الاحسن المطارات، لانه اغلبيه ديال الناس اللي وقعوا لهم المشاكل، يعني وقعوا لهم المشاكل كلهم وقعوا لهم المشاكل في المطارات، ما وقعوش لهم في عبر الموانئ، عبر الموانئ ما كانوش مشاكل، مثلا غادي يدير مثلا من طنجه يدير ديريكتومون جينوبا، اغلبيه يعني ما لقاوش مشاكل، الاغلبيه تقول لهم لغايه الساعه عمرت واحد متصل بيا وقال لي راني في البور مثلا ديال جينوفا، مثلا في البورتو ديال جينوفا راه وقفوني على المسألة ديال الريزيدنسا وطولت في المغرب بزاف. أغلبية اللي اتصلوا بيا كلهم يعني يا إما ميلانو يا إما بولونيا، سيرتو هاد جوج ديال ليروبورتي اللي كاينين ديال ميلانو وديال بولونيا، هما اللي كان فيهم بزاف، سمعت فيهم بزاف، والأغلبية يعني اللي وقعوا لهم مشاكل كنعرفهم أنا شخصيا، يعني وقعوا لهم في هاد المطارات هادو ديال ميلانو وديال بولونيا. يعني انسان حذر راسو اخوتي، راه كاين اللي تنعرفهم انا شخصيا، تنعرف اصدقاء والله العظيم اللي ريحوا ويعني مده ديال 6 سنوات ريحوا في المغرب عندهم كارطة سيجورنو الاولى الاولى، لذلك اي واحد يعني كانت عنده الكارطة سيجورنو ايليميتات ما فيهاش يعني 10 سنين، دابا راه معروفه ديال 10 سنوات دابا فيها، الاولى اللي ما كاينش فيها يعني ما كانش فيها ديك 10 سنوات هادو كلهم يعني تنعرف انا صديق كما قلت لكم يعني ريح مده ديال 6 سنوات. توا الصديق هذا توا جا في الكار، مازال جا في الكار ولكن راه داز في الباطو بطبيعه الحال، يعني دار طنجه، يمكن دار طنجه يمكن طريفه، ما دارش دير جا في الكار، يعني هو دار طنجه ما يمكنش انك ما جاش في الباطو ديريكت مول جينوا. المهم الكار يكون احسن كاع منه، احسن تا ايفيتي انسان كاع حتى البورتو كاع ديال جينو غايجي ليه، من الاحسن ايفيتي حاول كاع يدير الكار يعني ويهني راسو، لان الاغلبيه اللي جاو في الكار هذا الصديق تا هو اللي جا في الكار، وكاين اللي جا حتى في البورتو، يعني راه كاين اللي جا حتى في الايروبورتو من غير البورتو، الايروبورتو يعني في المطارات جا وهانية يعني داز ما كاين حتى شي مشكل، نتا وانت كلها وزهر الواقع هو مع من تلاقيتي، واخا احيانا يعني البوليس ما تيركزوش على هاد المسألة ديال الريزيدنسا، لأنه تتبان لهم مسألة ماشي شي مسألة اللي مهمة بزاف، أكثر ما تيفتشوهم على يعني أن الإنسان يكون مثلا ديال مشاكل روشيرشي أو شيء من هذا القبيل، أو عنده شي كيما قلت لكم عنده شي ديفينيتيف، مثلا طايح لي شي ديفينيتيف خصو يمشي يدوز شي بركة هنايا هنا تركزوا على هذه المسائل هذه، كاين بزاف يعني تركزوا ديال البوليس على هذه المسائل هذه، وانت من تلاقى ديال تلاقى مع شي بوليس يعني تركز على كل شيء، تبحث في كل شيء وعارف القوانين مزيان وداك الشيء، تيقول هذا ما عندوش الريزيدنس ما بقاش عنده اي، وريح عامين ريح 3 سنين ولا ريح 4 سنين، طب هذا حتى تلقى مع مشكل تطبق القانون، لانه القانون تيقول الناس ديال الكارطه ما خصهمش يريحوا اكثر من مده ديال سنه في البلد ديالهم، من غادي تدخل يعني غادي يحيدوا لك الكارطه، يعطوك بيرميسو سيجورنو ديال عام، هذا هو اللي كاين، يعطوك بيرميسو سيجورنو ديال عام، اما باش يحيدوا لك يعني يحيدوا لك الوراق نهائيا ولا يرجعوك مثلا رفولي ولا شي حاجه، هذه راه ما كايناش، لانه سيرتو الكارطه كاين بعض الحالات اللي ممكن انهم يحيدوها لك ويرسلوك للبلد ديالك في حالات مثلا ديال كما قلنا ديال الارهاب مثلا، هذه مفروغ من المسائل الله يستر ديال الارهاب، مفروغ من انهم يحيدوا الاوراق ديالك ويسيبوك البلاد ديالك، لا تبتع لك بطبيعه الحال ثم تبتع لك، وكذلك كذلك المساله لانك تتشكل مثلا خطر على المجتمع مثلا وعلى الامن الداخلي ديال البلاد، يعني تدير بزاف ديال الفوضى وديما المشاكل وديما يقدروا في هاد الحالات كذلك، لانك يعني تكون بيريكولوزو كما تقولوا بلا سوشيتا، يقدروا يحيدوا لك يقدروا يحيدوا لك يعني الكارطة ديال السجون، هادو هما في الحالات يعني اللي ممكن انها تحيد لك الكارطة، لان نورمالمون كارطة السجون تياخذ الانسان ما يمكنش انها تحيد ليه، هاد جوج الحالات هما اللي ممكن انهم يزولوا لك يعني الكارطة ديال السجون. كما قلت لكم ممكن انك تبقى بها خارج ايطاليا لمده ديال 6 سنوات، لكن
بداخل الاتحاد الاوروبي ماشي في خارج على الاتحاد الاوروبي. ممكن تبقى في المانيا، في فرنسا، في بلجيكا، المهم الدول كلهم اللي دول شينغن يعني الدول الاوروبيه، ممكن تبقى 6 سنوات خارج ايطاليا في الدول في الاتحاد الاوروبي. ما خرجتيش على الاتحاد الاوروبي، ممكن انك دير 6 سنوات الميستجور لو قدروا يحيدوا البنادم، يعني ابسط حاجه قدروا يحيدوا لك. ما جبتيش خدمه مثلا قدروا يحيدوا لك بزاف ديال الحوايج. وعندك يعني انك المده اللي تقدر تبقى فيها في البلد ديالك يعني حدود كاع ديك 6 شهور، يعني ما خصكش تفوتها في البلد ديالك. بعكس الكارت السجن ممكن انك تبقى يعني مده سنه، ممكن انك تبقى في البلد ديالك ما كاين حتى مشكل. وكما قلت لكم يعني كاين مساله الانسان يمشي يطبع عاوتاني، بحال في المغرب مثلا يطلع الانسان يطبع في 6 ولا 8 ليا وعاود يرجع البلد ديالو، وعيكون بحال كهرس هذيك المده ديال السنه. المهم انسان حدا راسو تابو. كما قلت لكم ايطاليا راه بزاف ديال الناس دخلوا يعني لا في البور ولا في الايروبورتو ولا في الطريق، يعني دازوا الدنيا نهايتهم وعندهم سنين او عندهم 7 سنين في البلاد ودازوا الدنيا نهايتهم. وكاين بعض اخر يعني اللي ما حلفوش الحظ اللي ما مشاش معنا في القناه يشارك معنا في القناه ويدير لنا واحد اللايك. فضلا الامر بطبيعه الحال. السلام عليكم ورحمه الله.